الزاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. ملف الإرهاب في لقاءات الرئيس بنيويورك. ترامب يهاجم الأمم المتحدة. مصر تهزم جنوب إفريقيا في صدارة الاستثمار. و30% زيادة في حصيلة الضرائب. وإليكم تفاصيل النشرة. حتى هذه اللحظة يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه المكثف بنيويورك، حيث التقى بمقر إقامته عددا من الشخصيات الأمريكية المؤثرة في تشكيل وتوجيه دوائر صنع القرار بواشنطن. وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن لقاء الرئيس تطرق للعديد من القضايا، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب في المنطقة ودور مصر في التصدي له، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والقضية الفلسطينية وبحث فرص الاستثمار في مصر. وأضافت غادة والي عضو الوفد المرافق للرئيس إن اللقاء شهد أيضا الأوضاع في المنطقة وتلاه حوار حول ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب وأهمية استمرار التعاون بين مصر والولايات المتحدة في القضاء على التطرف والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها مؤخرا والتي تصب جميعها في صالح الفقراء، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى طرح فرص الاستثمار في مصر من خلال إعادة تقسيم البنية التحتية. هذا وهجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال افتتاح أعمال الدورة 72 للجمعية العامة الأمم المتحدة، مؤكدا أنها لم تحقق أهدافها بسبب سوء الإدارة، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية أنشئت من أجل أهداف نبيلة وهي إحلال السلام والأمن الدوليين، قائلا إن بلاده تعمل على تحقيق هذه الأهداف، مشيدا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخاصة بالقضاء على البيروقراطية في الأمم المتحدة. جهود قواتنا المسلحة في ملاحقة الإرهاب. فقد أكد العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إلقاء قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء القبض على تكفيريين اثنين أثناء قيامهما بزرع عبوات ناسفة بطريق تحرك قواتنا. كما نجحت القوات في اكتشاف وتدمير 3 عربات دفع رباعي و3 دراجات نارية، فضلا عن 4 أوكار كانت تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى مخزن يحتوي على كمية كبيرة من المواد البترولية خاصة بالعناصر التكفيرية. مصر أكثر دولة إفريقية جذبا للاستثمار. فقد انتزعت مصر الصدارة في هذا المجال من جنوب إفريقيا وفقا لمؤشر جاذبية الاستثمار التابع لمؤسسة RBM الدولية نتيجة حصول القاهرة على درجات تصنيف أعلى فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي بها، في الوقت الذي شهدت فيه كيب تاون تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من المزايا التي تتمتع بها جنوب إفريقيا. وعلى مستوى العملة وأسواق الأسهم ورأس المال جاءت المغرب في المركز الثالث بالتصنيف. 30% زيادة في حصيلة الضرائب عن العام الماضي. هذا ما كشف عنه عمرو المنير نائب وزير المالية للشؤون الضريبية على هامش مؤتمر اليورومني، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات نهائية مع اتحاد البنوك للتوصل لحلول وسطى بشأن ضريبتي الدمغة والدخل، موضحا أن الضرائب قد تلقت 8000 منازعة تم حل نصفها، على أن يتم التقدم بمقترح للبرلمان لمد المهلة لمدة عام آخر، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى إجراء تعديلات تشريعية تضمن زيادة الحصيلة الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة. نعم لوحدة العراق. فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في بلاد الرافدين أمرا بإيقاف الاستفتاء المرتقب على استقلال إقليم كردستان والذي من شأنه تفتيت الدولة. وقال المكتب الإعلامي للمحكمة: نحن ملتزمون بسلامة العراق والعمل مع الأمم المتحدة من أجل بحث بدائل عن الاستفتاء. كان مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان والذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد قد أعلن عن إجراء الاستفتاء
في 25 من سبتمبر الحالي الأمر الذي رفضته حكومة بغداد محذرة بشدة من تداعياته، فيما رحبت به إسرائيل. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.